رياضي وما تعرف تتمرن إلا مع صاحبك، والسوق حالاته مع رفيج العمر، يمكن طالعين الشاليه مع العيال كبار، ولا حتى يمكن صغار بعمر المراهقة. يمكن يصير لك هالموقف فجأة أو لأي واحد حواليك. الوقت يأثر، تصرفك هم يأثر. أصعب شيء أنك توقف مو عارف شو تسوي. لا تكون هالشخص. الحملة الوطنية للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي